السيد محمد عبد الغفار المناسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني لكرة القدم نرحب فيه في قناة أيام. طمنا على آخر الاستعدادات لمنتخبنا الوطني لمواجهة عمان. طبعا حاليا مثل ما تشوفون طبعا بدأنا الاستعدادات والتحضيرات لمواجهة نصف النهائي أمام المنتخب العماني. طوينا صفحة الدور السابق دور المجموعات، الحمد لله قدمنا فيه أداء طيب وحققنا المطلوب بالحصول على صدارة المجموعة وصعود إلى دور نصف النهائي. حاليا مباراة صعبة تنتظرنا أمام المنتخب العماني، الفريقين عارفين بعض، المنتخب العماني يملك عناصر مميزة، يملك استقرار فني، يملك خبرة أيضا مميزة من الفترة الماضية على اعتبار بأنه كان ينافس في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. لذلك متأكدين أنها راح تكون مواجهة صعبة، لكن بإذن الله احنا نجهز نفسنا أن نكون عند الموعد ونكون طبعا منافسين شرسين ونتواجد في النهائي الثاني على التوالي إن شاء الله. أتنا فيكم كبيرة. بالنسبة للجماهير، الجماهير في المباراة الأخيرة شفنا تقريبا 5 حافلات من البحرين، شفنا سيارات خاصة، يعني زحف جماهيري. كلمة توجهها للجماهير قبل الموت. لكن نشكر كل الجماهير اللي تعنت وحضرت إلى ملعب البصرة سواء في المباراة الأولى ملعب الميناء والثاني أيضا والمباراة الثالثة كذلك في ملعب البصرة الدولي. كنا نشوف توافدهم من الصبح، شفنا تغطيتكم المميزة من الصبح لتوافد الجماهير على المنفذ البري. كلمة شكرا قليلة في حقهم، وبالفعل على الرغم من أنه كان يعني الحضور بالعدد يعني يشكلون نسبة خلينا نقول قليلة من 65,000 متفرج، إلا أن صوتهم كان واضح، شيلات البحرينيين نعرفها ونسمعها ونميزها من الملعب. دائما حضورهم مميز ويشكل دعم كبير لنا. بإذن الله طبعا الفريق كله جاهز، حاليا احنا عندنا تمرين الاستشفائي الأول، بعد ذلك بكرة راح يكون التمرين الأخير، التمرين الفني والتكتيكي التحضيري لمباراة عمان. بإذن الله كل اللاعبين جاهزين، 23 لاعب تحت أمرات المدرب، يبقى القرار عند المدرب طبعا للمباراة القادمة.